لها بولاية الطرف، وإقبال متزايد للفلاحين على صناديق التأمين الفلاحي بولاية الشلف. انطلاق عملية البيع المباشر للأضاحي بالأماكن 23 عبر الولايات الأربع الكبرى، ونقف في النشرة عند نقاط البيع بالجزائر العاصمة. الحظيرة السكنية بسيدي بلعباس تتدعم بأحد عشر ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ. الخط البحري الحضري وهران عين الترك أنموذج لترقية السياحة الداخلية. وفي عالم الفن، سحر الإبداع ورونق الجمال يتجسدان في لوحات فنان المنمنمات أحمد خليل. أبرز عناوين الواحدة، أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيلها. نستهل النشرة بملف التسجيلات الجامعية، حيث تنقضي اليوم المرحلة الثانية من التسجيلات الأولية وفترة إجراء المقابلات المباشرة بالنسبة للجامعات والمعاهد المتخصصة، حيث أجرى أزيد من 300 طالب وجه إلى المدرسة العليا للأساتذة بورقلا المقابلة الشفوية لإثبات قدراتهم ومؤهلاتهم للظفر بمقعد في المدرسة. نجلاء صوفي. أزيد من 300 طالب وجه للمدرسة العليا للأساتذة بولاية ورقلة لاجتياز المقابلة الشفوية التي يحدد من خلالها مدى أهليته للالتحاق بها. مهيئة كل الظروف حسب التعليمات الواردة من الوزارة الوصية وتوجيهات السيد مدير المدرسة والتنسيق الموجود في كل طاقمه والأساتذة كذا، والعملية راه تجري بكل شفافية بكل وضوح. بعد ما يخضع الطالب لهذه المقابلة مباشرة تعطى له النتيجة، يعني إذا كان مقبول ومؤهل فهو يستدعى إلى أنه يقوم بالتسجيلات البيداغوجية في المقترحة من طرف الوزارة حسب الرزنامة اللي هي في سبتمبر إن شاء الله. المقابلة الشخصية ركزت على الجوانب النفسية والبدنية للطلبة وتقييم قدراتهم التعليمية. هذه المقابلة الشخصية بالنسبة للأساتذة تلاحظ وتراقب بعض الجوانب التقنية، مثلا السمع، البصر، الطول، هل توجد إعاقة تمنع التعليم، والطالب هل هو قادر على مثلا من حيث الجانب النفسي ومن حيث الهيئة لأن يكون أستاذا، وعلى هذه المعايير الأولى. الجانب المعرفي والمنهجي هذا سيحصله الطالب عندما يلتحق بالمدرسة إن شاء الله ويتكون. أنا طالب من ولاية بسكرة ودائرة سيدي خالد، درت مقابلة شفوية هنا في ولاية ورقلة في المدرسة العليا للأساتذة لغة عربية وتوفقت فيها. المقابلة كانت جد سهلة في متناول الجميع، منظمة جدا بالفعل، الأساتذة الله يباركها. تهدف هذه العملية إلى تكوين جيل جديد من الأساتذة ذوي كفاءات عالية. تبعا للتدابير والإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، انطلقت أمس عملية البيع المباشر للأضاحي بالأماكن 23 عبر أربع ولايات كبرى: الجزائر، عنابة، قسنطينة ووهران. يونس الكحلذي استطلع نقاط البيع بالعاصمة وعاد بالتالي. ست نقاط بيع برمجت موزعة عبر عدة دوائر بشرق وسط وغرب العاصمة لتغطية حاجية السوق خلال عيد الأضحى المبارك. فتح نقاط البيع تاع كباش العيد على مستوى ولاية الجزائر، والعدد ديالها هي ستة، منتشرة على بلدية باب الزوار، رويبة، عين بنيان، صافاكس، وبيرتوتا. وهذه العملية راهي انطلقت اليوم كما تشاهدوا على مستوى باب الزوار. ولسلامة الأضاحي والمواطن على حد سواء، تم تخصيص لجان بيطرية بالمواقع لمعاينة المواشي قبل عرضها للبيع. المراقبة البيطرية تتم كل يوم عند استلام المواشي، لو ديشارجمون، يتم معاينتها والتأكد من سلامتها وهي خالية من جميع الأمراض المعدية،
وتتم ثان مراقبة شهادة صحية صادرة من الطبيب البيطري المراقب للماشية. نقاط بيع تسمح بتسهيل اقتناء الأضحية، إلا أن الأسعار تعرف بعض الارتفاع حسب الزبائن. احنا جينا اليوم السيد هذايا باش نشوفوا سلعة تاع العيد وشنو البريرا شوية سخن. الهضرة هذيك تاع زوج ملايين تدي كبش ما كاش منها. سلعة عند جيزة عند البيطاري، وحنا نسكنوا باب زوار وثاني مضمونه وكل شيء، ودنا حتى نهار العيد باش نجيو ندوها. وسوما رخيصه شويه، كل واحده وسوما تاع على كل حال. نقاط بيع اخرى واسواق لبيع الاضاحي تم برمجتها بالولايات المجاوره للعاصمه تحسبا لعيد الاضحى المبارك. متابعة لتنفيذ تعليمات وزير الداخلية بخصوص تشكيل لجان ولائية لتقييم الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات التي شهدتها بعض مناطق الوطن، كاميرا التلفزيون رافقت فرق المصالح الفلاحية بولاية الطرف في عملية حصر وجرد الخسائر. فؤاد حمني. لجان تقييم وحصر للأضرار متكونة من مهندسين ومندوبين فلاحيين في مهمة ميدانية للالتقاء بالفلاحين المتضررين. هذه العملية شملت جل البلديات التي مستها الحرائق بولاية الطارف. أنا عندي الزيتون عطوني الدولة، عندي بالك واحد 50 شجرة ولا 60 راحت كامل لهبت، حطي فيها نحل ثاني كيف راح. عندي ماتريال تاع السقي ثاني فيه تيوات، هذوك القوتا قوتا هذوك تيوات الكبار تاع الموتور هذا راحوا لهبوا كامل. هاي لهبت لي أشجار مثمرة، فيها شينة، فيها الموز، فيها النحل، هي تقريبا 21 جبح، هاي كاينة نصها غادي كما مطولين متفرقة مثلا، لهبها وكل عمرة، يعني كلها لبس بها في غاية، فيها حتى القارس، كاين القارس الهندي هاك شوف لك كيفاش. نحن رانا نتبعوا في الحرائق حاليا، وين ما يكون حريق تخرج اللجنة لمتابعة مخلفات كل حريق يوميا، رانا ساهرين يوميا. بمعية المصالح الأخرى الغابات والحماية المدنية على اتصال. والله نحن مهمتنا حاليا هي إحصاء الخسائر الفلاحية الناجمة عن هذه الحرائق ورسالها للوزارة والمصالح المختصة. فيما تتواصل عملية حصر المتضررين تؤكد المصالح الفلاحية للطرف أن كل الأرقام أولية في انتظار انتهاء المصالح الأمنية من التحقيق في أسباب الحرائق. وهذه اللجان قامت بالمعاينة الميدانية وإحصاء الخسائر اللي حصلت على مستوى المستثمرات الفلاحية عند الفلاحين. كاين فلاحين ولا مناطق اللي ما قدروش يوصلوا لهم، احنا نستناو كاين تصريحات. احنا التقنيين نتاعنا ولي سي في يروحوا على مستوى المستثمرة لتعيين وجرد جميع الخسائر. خسائر اكبر كانت في الغابات، فيما يتعلق بالفلاحه كاين عندنا احنا الى حد الان حصينا حوالي 800 شجره تاع زيتون، 200 خليه نحل، هادو الاكثر يعني كانوا مضرين. عندنا 300 شجره اشجار مثمره، وي كاين الابقار والاغنام ماهوش اضرار كبيره كما كنت نقولوا. العمليه متواصله. هذا وسترفع فرق المصالح الفلاحية تقاريرها النهائية إلى اللجنة الولائية المنتظر تنصيبها حسب تعليمات وزير الداخلية، والتي يعود إليها في الأخير تقييم التعويض. وثقافة التأمين فرضت نفسها في هكذا ظروف، إذ سجلت ولاية شلف ارتفاعا في عدد الفلاحين المؤمنين لدى صندوق التعاون الفلاحي لما يضمنه من امتيازات وخدمات. روبورتاج عبد الملك بن خالد. وقتاش تبدا الغله نتاعك؟ بديتها ولا مازال زرعت ولا مازال؟ لا زرعت. خلاص هكا احنا نبعثوا لك خبير وواحد منا من عندنا من لاكاس يجي يشوف المحصول تاعك ونسولوا لك ان شاء الله. هي بعض من استفسارات الفلاحين من أجل تأمين على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية من الكوارث والأخطار التي قد تصيبها. والعينة من الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بتنس الذي عرف ارتفاعا وصل إلى أزيد من 800 عقد تأمين. عادة نحن نؤمن الأخطار الفلاحية، الكوارث الطبيعية، الفيضانات، الرياح، البرد والجليد إلى آخره. يوجد أيضا سيروكو في بعض الفروع، وعندنا أيضا الأخطار الحيوانات. كنا نأمنوا الحيوانات، عندنا عن الموت الحيوانات، المرض. عطاو لي معلومات كيفاش ندير نخلص، كيفاش يعني وشحال نخلص، والحمد لله.
كنا كنخدموا فلاحة هذه كميسير طوماطيش ما كناش نسوريو وكيعيطونا على بالنا باللي الاخر الفلاحه هذه مليحه الاخر اللي سوريو كاع وقفوا معنا ونخدموا معاهم احنا نصوروا عند السيرامه هذه ويعاونونا تبارك الله فيهم وعيطوا لنا وقالوا لنا واحد صورانسو وحنا نصوروا وحنا نخدموا طماطيش هذه. عقد التامين الفلاحي يخص ايضا الفلاح البسيط. هذا العقد يخص بفلاحين البسطاء الذي لا يتجاوز عددهم صدير عدد الهكتارات 5 هكتارات وربع راس من الماشيه. وهذا المنتوج يخص بزاف الفلاحين باسكو هذو الفلاحين 70% من الفلاحين يخص المنتوج هذا والله يخصهم. وخطرات راهم يصرالنا كوارث ويرمبورسونا التعويض عادي وخاصه الكروم الكروم عندها الخطر كبير في موادوت. التأمين الفلاحي المتعدد الأخطار، التأمين على المحصول بالإضافة إلى باقة تأمين الثقة هي بعض النماذج التي تقدمها الصناديق الفلاحية من أجل تحسين وحماية الإنتاج الوطني من مختلف الأضرار وإرساء ثقافة التأمين لدى الفلاحين. في ظل التوجه الجديد للاقتصاد الوطني المبني على تثمين المنتوج المحلي تسعى وحدة إنتاج عتاد الصيد البحري والفلاحي بتلمسان إلى تغطية الطلب في قطاع يعتمد بنسبة كبيرة على استيراد التجهيزات والمعدات. سعاد الخروخ. استيراد معظم العتاد المستعمل في نشاط الصيد البحري لم يكن عائقا أمام بروز ورشات مختصة في إنتاج معدات الصيد البحري على غرار هذه الوحدة المتواجدة بالمنطقة الصناعية لولاية تلمسان. احنا الإنتاج تاعنا 80% جزائري 20% نجيبوه من ليترونجي. الفرق ما بين الليلو هو يهود البروفوندور اللي يجيبه البوليبروبيلين يطلع يطلع فوق الماء. بالإضافة إلى الشباك والحبال المستعملة في الصيد البحري يتم أيضا تصنيع خيوط وحبال موجهة للزراعة المحمية. عندنا حبال فلاحية وقعدت لي ديامير من الويت حتى جيسكا 45 هذه فلاحية وعندنا خيوط فلاحية هذه سي تري امبورتون لا فيسال تيب 400 لا فيسال 800 وهذه لا فيسال خاصة اولا خاصة بلا بوتلوز بلا فيسال فور الماشين لا بوتلوز ديسبالي تاع لي بوت تاع الفوراج بلاص السلك. الترويج لهذا النشاط وتشجيعه من شأنه توفير مناصب شغل وتقليص فاتورة الاستيراد. وتحقيق الوفرة في الثروة السمكية يرتكز على المعدات من جهة، كما يعتمد أيضا على التقنيات الحديثة في مجال تربية المائيات داخل الأقفاص البحرية. ولاية عين تيموشنت خاضت تجربة في المجال بفتح فرص للمستثمرين الخوص. بريزة جلمتا. تعرف تربية الأسماك داخل الأقفاص البحرية والأحواض بسبيعات ولاية عين تيموشنت نجاحا معتبرا، حيث قدرت نسبة إنتاجهم بأكثر من 800 طن سنويا. أطلقنا المشروع على 3 مراحل. المرحلة الأولى كانت البداية بأحواض ثم الأقفاص البحرية، أما المرحلة الثالثة والتي ستنطلق عن قريب هي تربية صغار السمك للحد من استيرادها من الخارج. استفادت الولاية من مشروعين لتربية الأسماك في الأقفاص البحرية في إطار الاستثمار الخاص بهدف توفير وتنويع الموارد البحرية. تصل نسبة إنتاج بهما إلى أزيد من 700 طن سنويا عند اكتمال المشروعين. ريزلفاج فلوتنت لي كاش فلوتنت مزرعة المائية، والمشروع الثاني مفرخة سي كلوزري في نيفو دو سبيعات، والهدف تاعنا انه نلحق 1200 طن خلال المشروع تاعنا في توسيعة المشروع في 2020. المشروع تاعنا كونسيست في ليلفاج تاع لي مول لويتر لا كوكي سان جاك، سي دي برودوي. حنا ليدي تاع ليلفاج حنا جانا باسكو انا فيو كو لو برودوي ني با ديسپونيبل سور لو مارشي. تربية المائيات في الوسط البحري واستزراع الأسماك في الأحواض من المنتظر أن يثمر نتائج إيجابية في إنتاج الأسماك وزيادة الإنتاج. في قطاع السكن تعززت الحظيرة السكنية بسيدي بلعباس ب11,000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ مجهزة بكل المرافق الاجتماعية والتربوية على أن تسلم نهاية العام المقبل. عمر ينهري.
تداحمت الحظيرة السكنية ب 11 ألف وحدة سكنية بسيدي بالعباس بمختلف الصيغ، سيتم تسليمها في أواخر 2018، رقم سيساهم في توفير السكن والعيش الكريم للمواطن. هذه 11 ألف وحدة سكنية اليوم رانا في زيارة ميدانية لدائرة التسالة، وخاصة في بلدية التسالة عندنا 185 وحدة سكنية راهي في طور الإنجاز، حيث سيتم تسليم هذا البرنامج في أواخر 2018، سيكون تسليم ل 11 ألف وحدة سكنية أواخر 2018 بإذن الله. الجودة والإتقان في بناء السكنات والسرعة في إتمامها من أولويات الدولة التي أعطت كل التسهيلات لإنهاء المشاريع في أجالها المحددة. كاين فيه برامج على كل حال، لجنة فقدناها وهي مشاريع على كل حال راهي ماشية وفي الأجل المحددة، وحتى بالكاليتي يعني لاكاليتي نتاعها سيتون كاليتي دونك اكسيبتابل. كل المستحقات نتاع المقاولين على كل حال داو الحقوق نتاعهم، داو المستحقات نتاعهم، وراهم راكم تشوفوا على كل حال هنا راهم دوك المقاولين راهم يخدموا. كما سيتم مستقبلا إعادة النظر في إنجاز بعض المرافق على غرار إنجاز المجمعات التربوية بكل الأطوار داخل هذه الأحياء الجديدة. منذ دخوله حيز الخدمة جويليا الفارط، يضمن الخط البحري وهران عين الترك نقل أزيد من 1000 مسافر يوميا، المكسب الذي ساهم في التخفيف من الازدحام المروري على امتداد الكورنيش الوهراني، يعد أيضا قيمة مضافة للسياحة الداخلية. مراد مسور. بمعدل 8 رحلات بين ميناء وهران وبلدية عين الترك الساحلية، يضمن الخط البحري الحضري الجديد نقل ما يزيد عن 1000 مسافر يوميا في أجواء جد رائعة وبخدمات متميزة على متن الباخرتين العاملتين على هذا الخط. احنا رانا في نسبة معدل 1800 مسافرا يوميا ابتداء من يوم 5 جويلية 2017، وما زالت الرحلات إلى يوم 31 أوت إن شاء الله. سعر التذكرة عملناها 200 دينار للكبار و100 دينار للصغار. عندنا باخرتين، الباخرة الأولى ماريا دوناتا والباخرة الثانية إشيامار 3. طاقة الاستيعاب 340 مسافر. 30 دقيقة هو عمر هذه الرحلة التي استهوت الكثير من عشاق البحر وكذا الركاب الباحثين عن النزهة والترفيه. رحلة كانت لاباس بها، الضيافة ما شاء الله اللي تنحب لاباس به، الجوله كانت مليحه مده نصف ساعه. بالنسبه للمبادره الناس كل استحسنتها وراي تجيب كثافه، مع سمعنا بها جينا ديريكتومون باش نديروا هذا الخط البحري هذا الحضاري. تعاوننا باسكو هذه زعما مليحه، ومن بعد تشوف لا ناتور وكاع مليحه والله. ما لاكورنيش كانت دائما مع لا سيكيلاسيون كاع خفت بالقوه كاع، حاجه مليحه ندو ولاد ندو بلاتنا يدو نحوسوا بهم علامه كاع. وقصد ترقية مستوى الخدمات على متن هذا الخط مستقبلا لتعزيز السياحة الداخلية، تجري أشغال توسعة مرفأ الرسوب عين الترك ليدخل مجال الخدمة خلال الأشهر القادمة. وللرياضة بعد سياحي، شاطئ والعقيد عباس كان على موعد مع تظاهرات رياضية بمشاركة قياسية لمختلف النوادي الجمعيات والرابطات الرياضية لاكتشاف قبلة الجزائر الساحلية. ليلى محمد محدود. هو اختبار حقيقي لقياس القدرة على التحمل عند هؤلاء الرياضيين في 3 اختصاصات هي السباحة العدو والدراجة. أول شيء المداومة، يعني واحد يداوم 3 فوا 4 فوا بار سيمان يقدر يدير هاد المنافسات كاع يقدر يديرهم. نحث الناس باش يمارسوا الرياضة، لأن الرياضة هي اللي تخلي الإنسان باش ديما يتمتع بصحة جيدة. العملية هذه عندها عدة أبعاد، أبعاد رياضية بخلق هذه المنافسة، إعادة تطويرها على مستوى الولاية بازا، وكذلك عندها بعد سياحي. ممارسة الرياضة تفاديا لمختلف الأمراض المزمنة يبقى هو الهدف المنشود. احنا ماذا بينا ندفعوا شوية هذا الترياطو، هو حاجة جديدة، والهدف الرئيسي هو يعني باش الناس تمارس هذه الرياضة، ويعني كما تعرفوا الرياضة مليحة لكلش، يعني للصحة لازم نتحركوا لازم.
ليظل شاطئ العقيد عباس وطيلة موسم الاصطياف يشهد مختلف التظاهرات الرياضية الثقافية والترفيهية. في النشاط الطلابي انطلقت فعالية الجامعة الصيفية للتضامن الوطني الطلابي بجامعة بجي مختار بعنابة، وذلك بحضور رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية صالح بالعيد. التظاهرات تناقش سبل ترسيخ قيم الهوية والوطنية. والجامعة الصيفية لإطارة جبهة البوليزاريو المنعقدة ببومرداس أدركت يومها الرابع، حيث رصد لنا زكريا مهوبي آراء وتطلعات الشباب الصحراوي حول مستقبل القضية. طول انتظار تقرير المصير لم يزيد الشباب الصحراوي إلا إصرارا وتمسكا بعدالة قضيته وحقه المشروع عبر التمسك بالهوية ومواصلة النضال. الشباب الصحراوي هو الدماء الأساسية لهذه المؤسسات الصحراوية، وهو المحرك الرئيس للمؤسسات الصحراوية، لأنه موجود في كل المؤسسات سواء المؤسسة العسكرية وسواء المؤسسات الأخرى. الشباب الصحراوي هو امتداد طبيعي المجموعة من الأباء والمجموعة الأمهات اللي رضعوا من ثورة 20 ماير خالدة، ونحن مؤمنين بقدسية عدالة قضيتنا الوطنية، ونحن عايشين في مخيمات اللاجئين، وما يشكلون يكون مدرسة كبيرة للتكوين والتأهيل ضرورة حقنا وانتزاع حقنا. ولأن السياق التاريخي يختلف، الشباب الصحراوي ينتهج الآن سبلا تحاكي العصر في النضال. بالفعل الشابة الصحراوية تختلف حديثا تختلف عن الشابة الصحراوية في عهد قبل توقيف أطلاق النار، فالآن أصبحت مثقفة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. تسافر العديد الدول سواء كانت أوروبية أم أمريكية لتوصيل رسالة الشعب الصحراوي. الشباب الصحراوي يستعمل كل شيء من أجل يعني الدفاع عن القضية الوطنية، سواء كانت في وسائل الإعلام الإلكترونية وسواء إن كانت وقفات يعني سلمية. الإيمان الراسخ بالحق المشروع وروح الشباب دوافع مهمة لتحقيق الهدف المنشود. يوارى الثرى عصر اليوم بمقبرة المحمدية بولاية مستغانم جثمان المجاهد عبد اللوي أحمد المدعو توفيق الذي انتقل أمس إلى رحمة الله عن عمر نهز 88 عاما. المرحوم كان ضابطا بالولاية الرابعة وعمل مسؤول قسم الإعلام إلى جانب العقيد محمد بوغرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. دوليا، في العراق أصيب 7 عناصر من القوات الأمنية أمس إثر انفجار عبوتين ناسفتين شمال غربي الحلة، كما قتل وأصيب عدد من المدنيين جراء انفجار سيارة مفخخة قرب نقطة تفتيش غربي كربلاء. حث الأمين العام الأممي زعماء المعارضة الكينية على حل خلافاتهم حول الانتخابات الرئاسية من خلال الطرق القانونية بدلا من العنف. أتي هذا بعد ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات بين الشرطة الكينية ومحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية إلى 11 شخصا. ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمواجهات العنيفة التي نشبت أمس بين مشاركين في مظاهرة لليمين المتطرف ومناهضين لهم في مدينة شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا، حيث صدمت سيارة حشدا للمتجمعين ما أسفر عن مقتل امرأة وجرح آخرين. هذا وأعلنت حالة الطوارئ وبدأت الشرطة الأمريكية في تفريق المحتشدين واعتقال أفراد في أعقاب حظر التجمع. في أخبار الرياضة، تعثر المنتخب الوطني للمحليين لكرة القدم أمام نظيره الليبي بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة جرت ليلة أمس بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة لحساب التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للمحليين بكينيا. تختتم اليوم بطولة العالم لألعاب القوى في نسختها 16 بلندن، حيث يشهد اليوم الأخير توزيع 11 ميدالية ذهبية وسط توقعات بصراع قوي بين الأبطال المشاركين. عمر جمعي يستعرض حصيلة اليوم ما قبل الأخير من المنافسة.
بعدما كان الجميع ينتظر من محمد فراح البريطاني التتويج بالذهب مرة ثانية، جاء العكس وخطف الإثيوبي مختار إدريس اللقب في سباق 5000 متر في إحدى أكبر مفاجآت هذا اليوم. عند السيدات وفي سباق 100 متر حواجز فعاد المركز الأول للأسترالية سالي بيرسون. أما في القفز العالي فتوجت الروسية ماريا بالميدالية الذهبية تحت لواء الاتحاد الدولي بعدما اجتازت علو 2.3 سنتيمترات. في العشاري وكما كان منتظرا لم يجد الفرنسي كيفن ماير أي صعوبة في التتويج بهذا الاختصاص. ومن العشاري إلى سباق 4x100 متر تتابع سيدات فعاد اللقب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. السباق الذي انتظره الجميع وفي نفس الاختصاص أفل فيه نجم الساعقة بولت بعدما ودع المنافسة وعلم السرعة بإصابة تاركا التاج العالمي لرباعي بريطانيا متبوعا بالولايات المتحدة الأمريكية. ونختم نشرتنا ببصمة إبداع من توقع فارس المنمنمات أحمد خليلي ابن روسيكادا الذي طوع الريشة وارتقى بها في عوالم الإبداع. صبرنا سالم. لم تفارق الريشة موهبة أحمد خليلي لعقدين من الزمن، جادت خلالها بإبداعات متميزة توجته لعدة جوائز تعدت المحلية إلى العالمية، فهو من تمردت ريشته لتحدث ثورة في عالم المنمنمات. التقنية طورتها اللي خديت فيها الجائزة الأولى عالميا، واللي كانت صدفة وكانت مفاجأة للإيرانيين لأنهم عندما دائما هم الجوائز الأولى في المنمنمات، والسبب في أخذ الجائزة هو من حيث تركيب اللوحة لأنها كانت مغايرة عن بقية اللوحات اللي حوالي 500 لوحة في هذا المهرجان و26 دولة اللي شاركت في هذا المهرجان. أحمد خليلي تجاوز حدود اللوحة بابتكاره تقنيات جديدة مازجت بين الواقعية والخيال. هذا المكان الصغير لأن كلها أدوات بدائية نقدر نقول، ولكن الأعمال هي أعمال عالمية. والشيء اللي طورت فيها المنمنمات لاحظوا هنا في الحفرة على الألمنيوم، وهذه أول مرة تدخل في المنمنمات من اكتشاف أحمد خليلي، وهذا اللي تعطي جماليات في العمل بيصبح كفن عالمي. كذلك الإضافات الثانية في الرسم البارز على اللوحة نسميها كذلك ثلاثية الأبعاد، هي أول مرة ندخلها في المنمنمات، وهذا بنطوروها ما تبقاش دائما منمنمات تطبيقية، لازم تكون منمنمات عالمية أو خيالية وكذلك واقعية، ويأخذ وقت طويل لأن اللوحة حدوم حوالي 3 أشهر. التاريخ، الأمجاد، الأصالة، التقاليد، توليفة فنية بلمسة أحمد خليلي، فاللوحة ليست مجرد صورة ترسم بل فكرة وروح وإحساس. هذا شرف لي أن أبي يوصل العالمية، وإن شاء الله نكون أنا مثله في المستقبل إن شاء الله. ومن شابه أباه فما أضل طريق الفن والإبداع. وبالإبداع نختم الواحدة إلى التذكير بأبرز ما جاء فيها. اللجان الولائية لجرد الخسائر والتحقيق في حرائق الغابات تواصل عملها بولاية الطرف، وإقبال متزايد للفلاحين على صناديق التأمين الفلاحي بولاية شلف. انطلاق عملية البيع المباشر للأضاحي بالأماكن 23 عبر الولايات 4 الكبرى. ووقفنا في النشرة عند